إلى أسواق المال الآسيوية، حيث أغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع كبير قرب 2%، وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 1.9% ليغلق على أعلى مستوى في 3 أشهر. مؤشر نيكاي القياسي بواقع 194.56 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3%. وفي أنحاء آسيا ارتفع مؤشر هونغ كونغ 1.16%، وصعدت سول الكوريا الجنوبية 0.69، وسوق مومباي الهندي 0.66%.